أنا اسمي أيمن الفتاوي، بشتغل موظف في استديو البراء. استديو البراء إحنا موجودين تقريباً 7 سنين، بنشتغل في مجال تصوير المناسبات والحفلات والمهرجانات. فريقنا بيتراوح بين 15 شخص، موجود عندنا مجال تصوير الفيديو ومجال تصوير الفوتوغرافي. بالعادة إحنا في مجال شغلنا الزبائن بتصل على التليفون، وبالنسبة للحجزات ونوعد معهم، نحط معهم موعد للحجوزات، وبعدين بعد ما يجي الزبون عندنا على الاستديو بنحاول بنأقلم حالنا على هو إيش الزبون بده بالضبط. وبعد ما يجوا عندنا على الاستديو إحنا بنشوف شو طبيعة الحفل اللي هو موجود لها ولا إيش جاي عندنا بالضبط، شو عدد الأشخاص الموجود عنده عشان نقدر ننسق حالنا على هوا إيش هو بده. لأنه مجال تصويرنا ببلش من شغلات ستاندرد من كاميرا واحدة، وبعدين بنتهي في 3 كاميرات ومانوف وكرين وميكسر لايف كل هذه الشغلات الموجودة. أنا بصراحة بحب مجال التصوير وشغلي في التصوير، لأنه بعد التصوير هو فن قبل ما هو يكون وظيفة. فإذا البني آدم ما كانش فنان وما كانش عنده طعم في الشغل، ما بيقدرش يكون مصور ويكون بني آدم يفهم في مجال التصوير. وبعدين غير هيك برضو عندنا شغلة مهمة، إن هي الأسعار، أسعارنا كثير مريحة وأسعار كثير مستواها منخفض عن مجال عن الاستديوهات الثانية. عشان هيك أنا بحب في شغلي، بحب أبدع في شغلي، وبحب كل زبون يكون مرتاح معي وفهمني وفاهمه علشان يصير التواصل معنا أحسن ويطلع الشغل أحسن وأكثر. رح نكون معاكم من الصفر لحتى النهاية، مش بس في مجال التصوير، في أي مجال الاحتفالات، من في أي معدات انتم بتلزموها رح نكون لكم ورح نساعدكم، وإن شاء الله تتوفقوا ونتوفق معاكم. شكراً.